الرسول صلى الله عليه وسلم، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو نصرة الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا إن شاء الله أفتخر وأن أكون مع هذه الأمة ومع هذه العلماء. أحسن طريق في هذا الأمة، أحسن طريقة ملموسة لنصرة الرسول عليه السلام، أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، ونكون كلنا مؤيدين وناصرين لهذا الدين، الدين الذي علمناه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام كان قوي شوي، زلزلة. أولا أود أن أوجه الشكر للهيئة العالمية لنصرة النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم على تشريفي بالحضور إلى حفل انتقالاتها وإلقاء كلمة في هذه المناسبة الكبيرة التي تجتمع فيها ذكرى مولى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، مع ذكر مرور العام على الحملة الشعبية لمقاطعة فرنسا، وهي الحملة التي كانت واجباً على الأمة الإسلامية كلها في مواجهة سياسة فرنسا العنصرية السيئة تجاه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وتجاه أمته، سواء المسلمين الذين يعيشون في فرنسا ويعانون من الاضطهاد والتمييز في حقوقهم الدينية والشخصية، أو خارج فرنسا في المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا وآسيا. وثانياً، لقد كان طبيعياً أن تنطلق هذه الهيئة المباركة من تركيا، تركيا المستقلة التي تملك قرارها وسيادتها، كما أشار الأخ إلى هذا مثال تازج جديد فقط، يعني الذي لاحظناه منذ أيام، الذين أرادوا من تركيا أن تركعهم، ولكن بحمد الله عندما تكون واعيين لإمكانياتكم ولشخصيتكم ولقوتكم، وطبعا أن تستندوا إلى الله، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون إن شاء الله. تركيا قلعة المظلومين من جميع الشعوب، تركيا التي كانت أعلى الأصوات في الرد على السياسة الفرنسية وعلى إيمانويل ماكرون وما قبله وما بعده. إيمانويل ماكرون لم يكن ولن يكون الأول والأخير من يهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يكره الإسلام. فإذا كانت هذه الهيئة العالمية لنصرة النبي هي ثمرة الحملة الشعبية، فإنها ستجد في تركيا المكان المناسب لها لتعلن انطلاقتها منها، وهو ما حدث بالفعل ونراه الآن متحققا. وثالثا، إن تركيا تعتز بانتمائها الإسلامي وبكونها المركز المتوسط بين الشرق والغرب، وتعتز أيضا بتاريخها الطويل الذي يشهد على عظمة التسامح الإسلامي وعلى عظمة استيعاب الحضارة الإسلامية للتنوعات الدينية والثقافية والعرقية واللغوية. ومن هنا فإن تركيا حكومة وشعبا ترى من الواجب عليها تقديم كل الرعاية المطلوبة وكل الدعم الممكن للمؤسسات التي تظهر الوجه الحقيقي لرسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، وتواجه حملات التشويه والتزييف، فإن هذا جزء من واجبنا الديني أولاً، وهو كذلك جزء من واجبنا تجاه الإنسانية، لأن تشويه سورة النبي وسورة المسلمين هي المقدمة للحروب والنزاعات والصراعات الدموية التي تهدد عالمنا كله.
وتهدد الحضارة الإنسانية كلها. مرة أخرى أيها الأخوة، أشكركم على هذه الفرصة الطيبة، ومرة أخرى أؤكد على أنكم ستجدون في تركيا المكان الأنسب لعملكم العظيم الذي يساهم في نشر الحقيقة وفي مواجهة خطاب الكراهية والتصدي لأفكار الحروب والصدام والحضارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.